ان شاء الله. بلا ما تقدر ديك تخيب ديال قدام الناس خلينا نهضروا وتبغي تبان واعر. ريح الله. شوف المواعر. باش كنقول لك دابا انت باغي تبقى شوف احنا شوف حنا بغيتي ترد الاعتبار ديالك احنا تلاقيناك ترد الاعتبار ديالك بانك انت ما كتخافش غدير كومبا ولكن ما تبقاش تطلق الصهد. ما كنطلقش الصهد. يلاه هي تنقول لك واخا هي تنقول لك الدراري انتوما كاستراون كاين ما عليه ما بين من الاول جا عند هذا الانسان ترد الدار. قال لك والو دابا الكومبا ماشي كومبا سبارينغ كذا لعيبات كومبا قانونيه اللي قالت كاينين كلشي كاين ياك ولكن ما يجيش شي واحد يقول لي انت الملول حقه راه هو كيجي عندي واش شنو هو كيجي عندي لا باش تكونوا مزيانين نكونوا متفقين ها هو ما بغاش يبعد مني جا عندي باب دلوطيل جا عندي دابا الدار شنو باغي اخويا من عندي بغيت لي ترد الاعتبار ديالي قدام الناس حنا كتشوف انت كتحمل مسؤوليه كومبا كتريني وانت كتريني بحال في النيفو فهمتيني سمعني خلينا انت واعر عليا صاحبي ماشي بحال هذا النيفو الملولي شوف قبل ملي طرت قلت لي مابقاش الدور فيه بزاف سمعنا الملولي سمع جربه ان شاء الله بغينا ندير لكم خاطر بوان فينا بغينا ندير لكم الخاطر ديالكم دابا انت دير لنا خاطرنا ماشي نتوما اللي فانس ولي فانس صاحبي وحنا كندير لك خاطرك حنايا اسير وانا كنهضر مع لي فانس سمع الدراري شحال ديال الصلابه في هذا الانسان هذا ما كاين لا صلابه ولا والو سميتي عارفينو كيفاش كيهضر غادي اليوم ندير التحدي مع الملول وغتشوفوا كلشي على عينيكم الخوف ما كاينش بلا ما دير دوك الشوفات زعما انا غير كنهضر هشام هشام خدام زيد كمل زيد باه باه تطلق الصهد ماشي تقصد سير اخويا سير على الله سوير بحال الملولي ها انت تدوركم لا تيم شوفوا هذا زيد كمل سوير بحال الملولي سوير بحال الملولي داك الخوف ما كاينش الابطال كبار وكيخسروا في المباريات باش نوضح لكم هذه المساله هذه المهم بكل روح رياضيه الابطال كبار كاع ما كيخسروا في المباريات لا سمح لي ما كيديرش في راسو خاطر كتدخل كومبا كدير في راسك رابح لا ماشي كدير راسك رابح هذه العقليه ديالك هذه دابا هادشي كامل اش داير على ودنا دحسي مش من واعي انا غندير لك خاطرك اش من ندى حسي لا ندى حسي ما كيفاش من ندى حسي قبل نشوف تي في كتهضر عليها كتقول انا كنبغي نطلعوها لي انا غنتمشى معكم انا راه حلقت انا والمخرج اخوان هذا السيد هذا ليلى يلاه خلي من الليلة يلاه على المهم الخوت قلتوا لي انني كنخاف انا راه ما كنخاف كتخاف كتخاف بغينا حنا الله يبارك كتخاف والله ما كنخاف والله زيدي انت كتخاف والله يهديك اصاحبي وكندخل انا وسط الجوقه وكنخش فيها برضات الوالدين بخير ولا خير برضات الوالدين برضات الوالدين زوينه اصاحبي لا ما تعاود الهضره حتى سمعتيها ولكن سمع ما كيعاودش الهضره بس شهدوا الخوت سمعتوا يا اخوان انتم راه جاي هذا الصباح هذا محسن لي بات ديالو هو على خزيت البات ديال دابا بغيتكم شنو الهضره كيفاش جاي دابا بغيكم انتم تضحكوا فهمتيني بنادم راه ما غاديش يضحك لا ما تضحكوا ما يضحكوش ما كيضحكوش هكذا لي فونس ديالك اخويا دابا ماشي مشكل دابا انت بغيتي تحدي ياك طبيعه الحال دابا انت واعر قلتي وانت كلشي والواعر والله وانما عندنا قدره التحمل هشام هشام اخ هشام سير نعم اخويا دابا من هذا الشيء كامل حنا عارفين انك هذا الشيء اللي لا ما عارفين والو خويا الاعتبار هو خويا وانت علاش كتعجب دابا هو مازال كيطلق الصهد لا ماشي كيطلق الصهد انا هكاك داير اصاحبي انا زار هكاك دابا واحد الكاميرا كيولي باطل كيولي باطل هذا الشيء اللي واش كان مر الكاميرا كتهضر صافي اخويا هشام عنخبيو الكاميرا هضر خليها صافي الله يلاه كتشوف الكاميرا كديماري دابا الخوت المهم انتم اللي كتشوفوا المهم من الاولين ما عليه والو قال اسمع عليه ما عليه شي حاجه لقيتي عليه في الدار ناعس انايا الله يهديك الله يهديك الله يهديك تقدر تدخل في الدار ودي ندير لك خاطرك دقيت عليه في الدار شوف الستوريات عندي كاينين اصاحبي شوف الستوريات الدراري صافي صونينا خرج شيرين الله يهديك صونينا خرجنا ما دقش صونا صافي ماشي مشكل ما دقش صونا 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 ما دقش اسمح لنا دابا شوف واش كتخيبر علينا المهم الدراري جاو مشيتي يلا زيد هو اللي تسع سبارينغ ديالك يلا مشي بغات سبارينغ جاو اخوان المهم الخوت لا ما نطلقها تسدوا الله لا تمشي جوج كومبا ماشي غير كومبا غتصور تلح في اليوتيوب لا شوف الله يتم شوف خوش ديال الله جات توصل تما فين ايوب ايوا خويا جا للدار قال لك لا هو دابا شتي معايا الناس كيحقروني بالزنقه قالوا لي قرد كملوا تمشي معايا دابا دير الكومبا ما بغاش ها هو دا جا وجاب الناس ديالو وجايب كدا المهم خوتي انت ما كتشوفهاش هاد السيد هذا هو هضر مع الناس هضر مع الناس هضر مع قبل ما تمشي على اللايف نزار السبيتي راكم كتعرفوا